ايام اللي رحت ابو يا ليا ما طليت وغبت اللي حتى اسمعي مكتل فوليا وسخيتو بيا انت وما ومشيت موراكم اللي بتعملي عينيا ما تبقى هما بلا نار التكويت ما تبقى هما بلا نار التكويت وما باقي لي حبيب عندي في الدنيا عمك يعني خالك يخليك خوك يزيد ويخليك والله يختار والديك واحد لرحمك ما تبى وما بلا نار التكويت ما باقي لي حبيب عندي في الدنيا يا تسع اشهر في الكرش بيها ما حسيت لمي ما لمي ما لمي ما ما بيك شدوك تمشى في يا الله تسع اشهر في الكرش بيها ما حسيت هم ما تقد شدوك تتمشى بيا نهار اللي زدت الفرح وشحال صغاريت وبا زاهي قال مبروك عليا يا فلان بكره في السوق بكره في السوق الله يقضي غرضك الله يكرمك الله يجعلها سبب ربحك بكره في السوق وهم جاوب الصروح وقدوره قال لهم نعم قالوا له ابشر بالخير هك لابس وراه زاد عندك ضيف زاد عندك ضيف ضيف هز عينيه للسماء وقال يا ربي الحمد لله اللي عطيتني عمارة الدار غدوة نكبر نبقى نتمشى على ثلاثة يبقى يخدم عليا ويجيب لي ما ناكل اه واليوم تصبح الخير والسلام ما يقولها لوش ايه يا ودي اه وعدي تسع اشهر في الكرش بيها ما حسيت هم ما تقدش تنوض تتمشى بيا النهار اللي زدت الفرح وشحال صغاريت وبا زاهي قال مبروك عليا والنسوان يدارك ولما في البيت كل مرة جايبة معها هدية والنسوان يبارك ولما في البيت كل مرة جايبة معها هدية يا ويلا بكيت عنها تقول لي ولدي واش بغيت وترفد في يمي انتي من الحجر للشامية وعطتني من الحليب الرع ترويت وتغطيني من البرد وتخاف عليا يا ولدي واش وبابا يجيب لي من الباس اللي حبيت ويقول ولدي فين نروح نديك معايا يا عمو ربا ما يقول اليوم عييت والحية زي ما يقدمها لي وما وبا دايما عندي في البيت وشوفوني واش صاير بياما دعوة الخير رحت انا في حجرهم وشحال بكيت وقلت لهم بزوج تسمحوا لي يا دعوة الخير اعطاوها لي واش بغيت وفين نروح نجيب رزقي في دي ودعوة مفتاح عندي فين مشيت والباب اللي صايب ينحل لي يا ما دعوة مفتاح عندي فين مشيت والباب اللي صايب ينحل لي بدعوتهم اعطاني الله اللي حبيت وبفضلهم ديما الشمعة مكتية نحمد ربي نحمد ربي سلكت منهم وتهنيت وما خليت شي العدوية تشفى فيا نطلب ربي سلكت منهم وتهنيت لا دعوة لا سخط من والدي يا داني دك دك داني داني دان يا واني دك دان داني داني دان خذوا عني شوية لحنا الله يرحم والديكم تسمعوها القصيدة نتاع امي ما مسكينة المرضيين المرضيين شوف انا مشيت لسبنيول ماشي لسبنيول فرنسا جاتني واحد الخدمة مع واحد السيد معروف يقولوا له سي محمد الرساني في باري ويعني دار لك شي اللي كاين هنا في المغرب دايره حتى هو في باري قال لي الشيخ علال غادي تجي عندي الفياش ديالك خالص وغادي تجي تفوت لنا سهره نهار السبت والحد
ودي قلت له هنا عمرو وما مشيت لفرنسا. قال لي المهم هالبلاصه فين تجي. مشيت انا خيكت انا نجري على الباسبور وجبت الباسبور مشيت دفعت الفيزا. قلت انا ما نعرف الوالده مسكينه طايحه يقسم بالله الى شهرين مسكينه والدار عامره وراح كاين هنا جيران اللي راهم عارفين. كان اطلب ربي نقول يا رب العالمين هذه الفيزا اللي سهل فيها ما عندي ما ندير بها وانت مريضه لو كنت تموت مورايا كي غادي ندير غادي يصرى لي واقع وغادي يقولوا هذا الشيخ على امه مات موراه. لا 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 ما بقيت يعني نهضر معاها وتهضر غير بالسياسه راك عارف حاجه المريض. قلت لها امي انت؟ قالت لي نعم. قلت لها امي راه عندي خديمه في باري وراني دفعت الفيزا. قالت لي الفيزا راني انا غادي نطبع فيها الا ما طبعتهاش انا راه ما كان والو. شوف الوالدين. قلت لها واخا. نهار اللي يعني زاد عليها الحال ويعني تصيرت مزيان قلت انا كيفاش مشيت للقنصلية هنايا باش نجيب الفيزا وغادي ونطلب ربي. علاش اسمو نطلب كنقول يا رب العالمين يا ربي هاد الفيزا اللي سهل في والدي هالكل يا ربي هاد الخدمة اللي سهل فيها ولكن السابقة سابقة في علم الله. اخلطت يا سيدي القنصلية مشيت مع هذيك السراجم اول مرة باش راني غادي. مدوا لي هذيك البرية كما هاك. ملي مدوا لي البرية يا خوتي راهي لا نزيد عليكم ما تسمحوا ليش راه تعطيني اللي تعطيني انا راهي كذب ما نعرفوش. وهي تجي واحد الشبابة كما هكذا جات ريح ونو وبقات ثم الدور غير ثم في هذيك البلاصة. واحد البنت مسكينة قاعدة على واحد الكرسي حتى هي تستنى الفيزا. بقيت نضحك معاها قلت لها اختي قالت لك اخويا انا نستنى الفيزا. قلت لها اختي شوفي انا راه جات هاد البرية والله العظيم غير نحل هاد البرية قدامك انت راكي باينة مرضية. وكان طول الله يا ربي زي نشرق البرية ونقول يا ربي ليه ليس هل فيها هاد الفيزا. انا حليت الباسبور وانا نصب الفيزا فيها 10 ايام. قلت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مشيت للدار خلطت على امه قلت لها امه انت هالفيزا جاتني وما نمشيش. قلت لي كيفاش؟ قلت لها هالفيزا جاتني وما نمشيش ربما تموتي مورايا والدار يعني راك تشوفي والغاشي بزاف واخا عندي واحد الوليد واش غادي يقوم. قلت لي شوف انت راك مرضي وروح وليدي قضي صوالحك وراك مازال تلحق عليا. كيفاش؟ قالت لي روح راك غادي تمشي لخدمتك. قلت لها واه. قالت لي انا راه بيني وبين ربي بصح راك تمشي وتخدم وتقضي صوالحك وتجي وتلحق عليا. مشيت اخوتي من ركبت في الطياره هنا من مطار هنايا ديال وجده غادي المطار ديال اورلي. راه كاين الرجال هذا مطار اورلي ما تعرف الحوايج كاع منين راها غاديه. ملي علات الطياره وانا ركبت وانا ندور بيا الارض اكيدي وين راني غادي. الحوايج تبان غير السما زرق ولا زرقا. قلت انا الحوايج ما عاجباش لو كان غير يضولي نهود بناقص لخاطر التخنديف ما عارفش نية هانوكا غير يضولي. تخلطنا الطيارة على 10 تاع الليل. 10 تاع الليل المطار ديال اورلي وانا ما عارفش غير الفرنساوية وانا شوية قاري بزاف ما تخممش 4 سنين في التحضير ما شافش الله ما شافش الله. كانت القرية بكري ما كان غير يزيد هاد العام وما عليكش ما اليوم قرا ولا ريح. خلطت كما هكذا وشديت الباسبور ديالي واحد السويك ديالي بقيت شادو على خاطر ما داي معايا والو داي غير الكسوه ديالي باش نخدم. شادو الساك ديالي كيما هكا وشادو الباسبور ديالي واقف ونشوف الناس راك عارف كي تنزل ما يعقلش عليك. يا ربي قلت انا كي غادي نقول وموركي العالي والروتور. قلت انا يمكن غادي نولي انا هادشي ما خدام ليش. شوية وانا نسرع عينيا وطاحوا لي زوج نتاع الدمعات. اللي قال لك دعوة الوالدين ما تسلكش والله الا مسخوط بالحلوف. وانا درت هكذا قلت لها الله الله يا الميمة يا الحبيبة خليتك طايحة وانا راني في بلاد الناس. امي انت ما جيت منين نفوت من ولا منين نخرج ولا منين ندرس. وواحد تيجيب رب العالمين واحد السيد جزائري تحياتي للجزائريين راه الرجال الرجال. خلت عليا السلام وعليكم الشيخ علال. ما عرفتش هذاك الباب منين نحل. قلت له خويا عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اما الا قال لي وعلى هراك واقف هنا. قلت لها صحيبي راني غادي نمشي لواحد البلاصه لا ادريسها هو عندي وما عارفش منين نطبع الباب.